بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس، وحلقه يا رب تعجبكم النهارده، لانه كمان ضيفنا هيكون مختلف، وهقول لكم بعد شويه ماهيه هذا الضيف، لانه في تغيير كبير جدا في شكل الكره المصريه، والراجل ده من اهم اسباب هذا التغيير. لكن خلينا نبدا ببعض الاخبار قبل ما نستعرض اللقاءين اللي كانوا موجودين عندنا النهارده. لقاء فاركو مع النادي المصري والذي انتهى بفوز المصري بهدف مقابل لا شيء، ولقاء الاسماعيلي مع الاتحاد السكندري واللي انتهى بفوز الاسماعيلي بثلاث اهداف مقابل هدف. اول مباراه عندنا افريقيه هي مباراه الغد ما بين الاهلي وسان جورج، والاهلي فاز في مباراه الذهاب اللي هي المفروض كانت خارج ملعبه بثلاث اهداف نظيفه، وبالتالي اقترب جدا من التأهل لدور المجموعات. الفوز او التعادل او حتى الهزيمة بفارق هدفين تضمن للنادي الاهلي التأهل والصعود باذن الله. نأمل في فوز جديد للنادي الاهلي وفي شباك نظيفة، لانه مهم جدا البدايات لما تكون مهمة. تأكيد هتسألني مين اللي غايب عن النادي الاهلي، اقول لك بشكل مؤكد صلاح محسن. صلاح محسن خارج القائمة تماما، عنده اصابة في العضلة الامامية، وبالتالي سيكون خارج فريق النادي الاهلي. محمود كهربا اتمرن بشكل طبيعي، رضا سليم ادى تدريبا منفردا في بدايه المران، حالته جيده، لكن اعتقد انه هيحافظ عليه مارسيل كولر ولن يدفع به في هذا اللقاء. طبعا موديست غير مقيد غير مسجل، وهي دي المباراه الاخيره بعد دخول النادي الاهلي ان شاء الله مرحله المجموعات يكون جوه الفرقه. بس هتكلم دقيقه كده عن موديست عشان حضراتكم تبقوا عايشين معانا في الاحداث. مودست المباراة الأولى أمام النادي المصري يمكن اختلفت الآراء فيه شوية، لكنه هو ما كانش بيلعب ماتشات، ما كانش في أجواء الجدية، لأنه كان بيتمرن مع فريق درجة رابعة في ألمانيا، فبالتالي عشان يدخل في أجواء الماتشات ويدخل في الحمل الطبيعي بتاع النادي الأهلي بدأ يتعمل له برنامج مخصص واشتغل عليه وشغال عليه بجدية شديدة جدا جدا، ويوم بعد يوم حالته بتتحسن في المران. وانا بعتقد انه مستر مارسيل كولر مش هيدفع بيه في المباريات الا لما يتاكد تمام التاكد انه في حاله بدنيه جيده. لو ظبط الحاله البدنيه هتظبط معاه في الحاله الفنيه، لعيب كله مقاوماته جيده، لكن ما تقدرش تتكلم عليه الا لما الامور تتظبط بنسبه 100%. الاهلي هيلعب بزيه التقليدي زي ما لعب المباراة الأولى، وإن شاء الله كلنا أمل إن النادي الأهلي بإذن الله يؤدي مباراة طيبة. كولر واخد الأمور يا جماعة بمنتهى الجدية، وما بيخليش فرصة أبدا لإنه اللعيبة تخرج بره تركيزها. عارفين لعيبة الكورة مع الماتشات المتتالية ومع الإجهاد أحيانا بيكون في نوع من أنواع الهدوء أو الثقة الزائدة، والأهلي دفع ثمنها كثيرا امام اتحاد العاصمه. هذا كل ما يخص النادي الاهلي اعزائي المشاهدين. بالنسبه لنادي الزمالك الامور لا تختلف، بس الزمالك طبعا وضعه شويه مش لطيف، لكن انا باكد لك من هنا اهو يعني 3-0 هتبقى نتيجه عاديه لنادي الزمالك اذا فاز باذن الله، لكن الزمالك هيمر وهيعبر هذا اللقاء. مطلوب بس هدف في البدايه في العشر دقائق الاولى، وعندي احساس ان الاهلي من بد الزمالك عفوا من بدري يعني في اول ربع ساعه تلت ساعه يكون مخلص الهدفين والامور تسير بشكل طبيعي باذن الله. هناك فرصه كبيره لعواد ان يعود لحراسه مرمى نادي الزمالك، وان كان اسوريو عايز يكمل بصبحي لان صبحي رجليه في الملعب، وبالتالي مش عايز يخرج دلوقتي بره الفرقه على اساس ان عواد غايب، والمباراه دي مباراه ما تحتملش القسم على اتنين زي ما بيقولوا. فالراجل يعني في ناس بتنادي بالدفع بعواد، والراجل يعني بيفضل انه يأجل عواد لمباراة في الدوري العام لحساسية هذا اللقاء. الخبر الطيب بالنسبة للزمالك انه بالفعل على لسان السيد احمد فؤاد الوطن المدير المالي قال انه صرفوا 50% من مستحقات اللاعبين الاجانب، وقال انه من خزينة النادي دون اللجوء لاي شخص سواء من محب الزمالك او المرشحين في الانتخابات المقبلة. هذا التصريح على مسؤوليته هو الشخصية، لان يعني انتوا بتحيرونا، هو الزمالك معاه فلوس ولا ما عندوش فلوس، الخزنة كان فيها فلوس ولا ما كانش فيها فلوس، او انتوا جمعتوا فلوس وحصلتوا فلوس تبقوا جدعان، يعني خاصة انه الاشتراكات بتجيب فلوس كتيرة جدا بس ما كانش حد عارف كانت بتروح فين قبل كده، لكن ده خبر يهم الناس. بالمناسبة كمان اللجنة الثلاثية اصدرت بيان بخصوص الاعضاء، لانه في ناس في الدولة قررت قيمة مضافة،
فكل الانديه كل الاعضاء في كل الانديه بيدفعوا قيمه مضافه ما عدا كان ما كانش في نادي الزمالك يعني. فقال لك انه كتير من اعضاء الجمعيه العموميه عايزين يخشوا يعني يبقى لهم دور في الانتخابات يصوتوا في الانتخابات. قال لك سدد 50% في موعد اقصى 5 اكتوبر 2023 وبعدين 25% في 5 يناير 2024 و25% في 5 مارس 2024، والعضو يتحمل باقي ضريبة القيمة المضافة او اي ضرائب او غرامات مترتبة على جدولة الضريبة، واختار مصلحة الضرائب واحقية الاعضاء الملتزمين بسداد المبالغ المقررة وفقا لتلك الجدولة قبل انعقاد الجمعية العمومية ب 15 يوم في حضور الجمعية العمومية اللي هو يوم 5 اكتوبر لانه الجمعية العمومية يوم 20. الامور لما بتمشي بالاصول ما فيش مشكلة في هذا الامر يعني، نتمنى التوفيق للجميع. خلينا نروح بقى لماتشات الكورة وماذا حدث في مباريات اليوم، وبعد كده نبقى نرجع لباقي اخبارنا. كان عندي خبر رئيسي وهو ان اتحاد الكورة بعد جدل وسجال ومشاكل وازمات اعتمد القائمة الدولية كما هي. استمر امين عمر، محمود البنا، ابراهيم نور الدين، محمود ناجي، احمد الغندور، محمد معروف ومحمد عادل في القائمة الدولية، و شهندة المغربي ونورة عاطف، والتغيير الوحيد كان لحكام الكرة الشاطئية، وائل شعبان خرج ودخل مكانه خالد السيد، والراجل قال لهم تابعوا لي الحكام الجدد، وهو عايز يغير السنة اللي جاية وعليك خير بقى إذا ربنا أحيانا جميعا يبقى يغير 2 من الحكام يعني لبلوغ السن، خاصة أنه في البعض ما بيشاركش ما بيلعبش في ماتشات دولية. وأنا هفضل أقول 100 مرة طول ما انت ماشي على قديمه اجري تبقى دولي ما ينفعش، لكن خليك جيد تبقى دولي ينفع ونص. احنا بنشتغل اجري تبقى دولي. وعجبني جدا الكابتن سمير عثمان وبيتكلم على الحكم حماده القلاوي، لان ده من احد الناس اللي ليهم مستقبل في التحكيم في مصر. هو النهارده عيني مرتبك لانه في دماغه في القائمه الدوليه، وبعدين القائمه اتبعتت واسمه مش فيهم، عملت له هزه، عملت له ربكه يعني، زي كل لعيب كان مرشح للمنتخب وبعدين الاسماء اعلنت قبل المباراه مباشره وهو بره، فغصب عنه بيحصل له ارتباك يعني. هنتكلم في ده بعد شويه. لكن ما خسرش حكم زي حماده القلاوي، كان نفسي كمان حكم زي عبد العزيز سيد ياخد حظه لانه راجل مجتهد، وعلى فكره كلهم عندهم اخطاء الكبار والصغيرين، لكن انا سعيد باستمرار محمد عادل لان الراجل ده حكم ملتزم وحكم منضبط، واللي بيشوفه بيحكمه وبالتاكيد عنده اخطاء زي ما كلنا عندنا اخطاء. ده خبر مهم بالنسبه لقائمه التحكيم الدوليه. تعالوا نروح لمباراه المصري اعزائي المشاهدين والمتابعين ونادي فاركو، والتي اقيمت على استاد الجيش ببرج العرب الساعه 4 عصر اليوم. مباراه ادارها حماده القلاوي ومعاه خالد حسين ورجب محمد واحمد حمدي، وكان عمرو الشناوي على تقنيه الفيديو ومعاه علاء صبري. الحقيقه المباراه مرت بمراحل كده كثيره، بس المصري كان اكثر سيطره. محمد سعيد شيكا حارس فاركو تقريبا هو نجم المباراه، تقريبا دي من الفرص القليله لفرقه نادي فاركو. نقف شويه عند اللعبه دي، لو حضرتك شايف انها بنالتي خلاص يبقى متفقين مع بعض انها ضربه جزاء، لكن انقذها الحارس محمد سعيد شيكا. حاول بقى فاركو انه يعود في اكتر من كرة، لكن هجمات المصري بصراحة كانت اخطر، والمصري كان اقرب لاضافة اهداف اخرى. ده الهدف الوحيد اللي سجله ميدو لاعب نادي المصري، وده اول هدف ليه مع النادي المصري، ميدو جابر طبعا ده اول اهدافه من اسيست جميل لمحمد الشامي. هنا الحقيقة ما انا قلت لك لو انت شايف الاولانية ضربة جزاء خلاص انا ما عنديش مشكلة، هل حضرتك شايف دي زي الاولانيه يعني قريبه من الاولانيه عشان تحتسب ضربه جزاء؟ وفي لعبه في الاول برضو هجيبها لحضرتك، لكن هي دي دول اللعبتين الاهم في اللقاء. المصري ما وصلش للفورمه اللي جماهير بورسعيد مستنياها، وفاركو بادي الموسم مش حلو يعني، خسارتين متتاليتين وارد انها تحصل، لكن بادي الموسم بشكل غير جيد. لكن هنا بس يعني دي 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 الحالات بتاعت دي البنالتي، بس كانت في لعبه قبلها يا وائل لو نعرف نجيبها برضو مهمه جدا. هنا الدفعه، هل حضرتك شايف ان فيها دفعه؟ خلاص انا موافقك بنسبه 100% ان فيها دفعه وان فيها ضربه جزاء، ما عنديش ادنى شك يعني، خلاص كلام جميل يعني. هنا حضرتك شايف في دي دفعه ولا مش شايف في دي دفعه؟ هنشوفها برضو عن قرب. هل حضرتك شايف ان في زقه من لاعب فاركو خلت محمد الشامي يطير بره
الملعب تماما ولا مش شايف؟ ما انا بس بقارن، لحتى كمان الكابتن سمير عثمان عمل حاجه لطيفه جدا، جاب الرجل، يعني مش جاب الدفعه بس، جاب الرجل، لانه في كتف عن كتف بيفرق يعني، فجاب الرجل وجاب الدفعه والصوره موجوده يعني. فهنا حماده القلاوي كانت وجهه نظره لا توجد ضربه جزاء. تمام خلاص اوكي معاك يا كابتن حماده. نكمل بقى اللعبتين اللي بعديهم تاني من فضلك يا وائل عشان الناس تشوف. هنا هنروح بقى على لعبه البنالتي نفسها، ايهما كانت اقوى، ايهما كانت اشد، ايهما كانت اقصى من وجهه نظر حضرتك؟ هل في حاجه في الرجل؟ ممكن اكون مش شايف الرجل، حتى الباك بيقول له قوم مفيش فيها حاجه، نشوف كده الرجل مع الرجل لانها برضو بتبقى مهمه. هل هو حسبها انها عرقله الرجل في الرجل؟ برضو جايز يعني، كل حاجه جايزه، انا يعني ما اقدرش اعقب قوي. هنا ممكن رجل تكون لطشت في الرجل فعلا وبناء عليها ادى ضربه جزاء، مفيش مشكله. لكن نروح بقى للعبه الاخيره بتاعت فاركو. الحقيقه انه هنا سيف تيري عدى من حسين السيد، هل حضرتك شايف ان في دفع؟ هل شايف ان الايدين الاثنين دفعت لاعب فريق نادي فاركو وسقط؟ لو حضرتك شايف كده يبقى خلاص، يبقى تستحق ضربه جزاء زي اللعبه اللي قبلها يعني. فصفاره بتتغير، وانا قلت لكم ظروف حماده القلاوي. لكن خلينا ناخد المشرف على الكره في نادي فاركو الكابتن جون ادوارد. جون مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن، ازاي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. هل صحيح ما قرانا انكم تقدمتم او قررتوا التقدم بشكوى لاتحاد الكره او لرابطه الانديه احتجاجا على قرار الحكم بعدم احتساب ضربه جزاء ليكم النهارده؟ بكره الصبح ان شاء الله الشكوى هتكون موجوده في اتحاد الكوره وفي الرابطه باذن الله. طيب ايه محتوى الشكوى؟ الكيل بمكيالين. الكيل بمكيالين دي واحد. نعم. رقم واحد. رقم اتنين عايزين نسمع غرفه الفار. حوار غرفه الفار طبعا عايز تسمعه. انت الكيل بمكيالين بمعنى انت شايف ان ضربه الجزاء اللي عليك مش ضربه جزاء؟ الصورة بتقول كده. الصورة بتقول كده. والكرة اللي ليك شبهها ولا شايف انها ضربة جزاء؟ بالنسبة لي ضربة جزاء مؤكدة 100%. طيب ما هو برضه النادي المصري يقول لك ما انا ليا ضربة جزاء في الأول لم تحتسب. جميل. إذا هنا مطالب إنه يبقى في وقفة مع 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 إدارة المباراة، صح؟ نعم. لو إذا المصري يا كابتن أحمد عنده مشكلة وإحنا عندنا مشكلة. يبقى اكيد في مشكله فعليه. نعم. انا بس مش عايزين ناخد الامور بس يعني هي ملهاش علاقه بالمكسب والخساره كتر. نعم. بمعنى اللي هيسمعنا هيقول لا طبعا عشان خسرت انا بس الموضوع هو يعني احنا عندنا احساس بالظلم ودي مش لاول مره. نعم. حصلت قبل كده مره واثنين وتقدمنا بشكاوي لاتحاد. نعم. الكوره ورابطه الانديه. نعم. وما حصلش اي حاجه. أيوة. كاننا مثلا بنبعت لنفسنا. نعم. لكن الاحساس بالظلم شيء صعب وما هوش شيء المفروض يعني يعدي مرور الكرام. دي حاجه. نعم. اثنين كابتن احمد احنا بنتكلم على صناعه. نعم. الكوره دي صناعه. نعم. والمفروض تبقى بتستهدف الربح، فلازم اركان الصناعه دي كلها تبقى متكامله. نعم. طب اهم ركن او نقول من اهم الاركان اللي في اللعبه، احنا عندنا فيه خلل ولازم نواجه ده. وده مش عيب ان احنا يبقى عندنا مشكله في حته معينه ونواجهه ونعالجه، لكن بالطريقه دي احنا مش هنروح لحته. طيب. مش هنتقدم. اذا انتوا بكره تتقدموا باحتجاج لدى اتحاد الكوره عشان هو المسؤول عن الحكام؟ مظبوط. طيب منتظرين ايه من هذا الاحتجاج؟ غالبا هنبقى منتظرين اللي حصل المره اللي فاتت، اللي هو عدم الرد. ما بيردوش حتى عليكم؟ ما يقولكش تقرير الحكم حصل فيه كذا او كذا، ولا انت بتتقدم بشكوى لاثبات حقك وخلاص يعني؟ مش وخلاص يا كابتن، لان احنا مطالب ان احنا يترد علينا، لان. نعم. لما بتخاطب اتحاد الكوره فهو المنوط بده. نعم. لان هو المسؤول عن الحكام. وهو يعني هو الـ 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 يعني الجهه الشرعيه اللي انت بتلجا لها. نعم. مع الرابطه دلوقتي في تجاوب دلوقتي من في خلال السنتين من الرابطه، لكن في الاخر الحكام تحت دايره اتحاد الكوره مش الرابطه. طيب انت طب انا النهارده ببعت لك مره واثنين ما بتجاوبنيش. طيب الناس بدات تتساءل ليه ما عملتوش سوق انتقالات جيده
وهل قلقانين من البدايه بخسارتين وعدم تسجيل اهداف ده ممكن يسبب لكم قلق، وهل المدرب الجديد لسه محتاج وقت ولا تاقلم مع الفريق؟ اولا يا كابتن انا عايز اشكر اللعيبه والجهاز الفني على روحهم وعلى ادائهم خلال الماتشين. رقم واحد. اتنين، الجزئيه بتاعت التدعيم، لا بالعكس احنا دعمنا الحمد لله، دعمنا بشكل كويس ومنطقي بالنسبه لنا. ودي اهم حاجه، ان انت تبقى بالنسبه لك انت كنادي وعندك قناعات باللي انت بتعمله. فاحنا دعمنا بمحمود البدري كمدافع، دعمنا بعمرو ورده، دعمنا بفخري، دعمنا ثلاث ولاد اجانب تحت السن، دعمنا افارقه اجانب، دعمنا بصلاح باشا. احنا عملنا التدعيمات بس ما كانش فيها صخب، ما كانش فيها يعني تدعيم فني اكتر منه للشو يعني. طيب ماذا عن المدرب؟ شغال ومركز وله كل التقدير وصلاحيات وكل حاجه. نتمنى لكم كل توفيق وبشكرك شكرا جزيلا جون ادوارد المشرف العام على فريق الكرة بنادي فاركو. تعال نروح للمباراة التانية، الاسماعيلي مع الاتحاد السكندري. هيئة المباراة بالنسبة لي انا مستوى الفني عالي، مستوى الفني جيد، ومبكرا الاسماعيلي بدأ الهجوم وبدأ الضغط، في مفاجأة طيبة لجماهيره، نشوف ضربة الجزاء. الحقيقة دايما اللعيبة لازم يكون عندها نوع من انواع الذكاء شوية في احتساب ضربات الجزاء، لكن بذكاء لاعب الاسماعيلي حصل على ضربة جزاء صحيحة، ويعود حمد النجاز ليظهر من جديد في الصورة ويسجل اول اهدافه مع النادي الاسماعيلي مبكرا في الدقيقة 7. الاسماعيلي هي عمل مباراة طيبة، يعني الاسماعيلي النهاردة بتشعر جدا ببصمات ايهاب جلال، جمهور الحقيقة مساند بقوة شديدة جدا جدا وداعم لفريقه بشكل غير عادي، وتحس ان الكل واقف خلف النادي الاسماعيلي، شكل مختلف جدا، اداء مختلف جدا جدا، لا تشعر انه في غيابات، لا تشعر انه في نقص في الفريق، لا تشعر انه في ازمه عدم قيد. لكن الاتحاد السكندري قدر يرجع وبدري جدا عن طريق نجمه مابولولو. الحقيقه طبعا الف سلامه على احمد عادل لانه اصيب وخرج من اصطدام مع مابولولو، اتمنى انها تكون سليمه يا رب باذن الله. بص حضراتكم مابولولو بصراحه وحش وحش داخل منطقه الجزاء، وحش. في الدقيقة 31 نجح انه يتعادل لنادي الاتحاد السكندري وسط سعادة وفرحة من جماهير الاتحاد واحتفاله كالعادة. لكن بسرعة تاني رجع عبد الرحمن مجدي، رجح كفة النادي الاسماعيلي بالهدف الثاني للفريق، لانه طوال الهجوم بالنسبة للنادي الاسماعيلي وضغط شديد جدا بمؤازرة جماهيرية غير عادية واخطاء دفاعية ساذجة من فريق النادي الاتحاد السكندري. بس الجول حلو، يعني العرضيه معموله حلوه، عبد الرحمن مجدي داخل منطقه الجزاء، ودي بصمات ايهاب جلال عشان يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 38 من احداث اللقاء، وتهدى الامور داخل مدرجات النادي الاسماعيلي. استمر الاسماعيلي مع بدايه الشوط الثاني برضو في الهجوم والضغط، برضو ده لاعب من اللعيبه الممتازين، ياو انور ده من اللعيبه الممتازين من مكاسب نادي الاسماعيلي، بيسجل الهدف الثالث في الدقيقه 51 من اللقاء، وتقريبا قتل اللقاء لانه نادي الاتحاد السكندري بعدها ما حسيتش ان عنده انياب، يعني الاصرار او الرغبه في الفوز او الرغبه عفوا في الرجوع للمباراه والتعادل ما كانتش موجوده. دي انقذها المهدي سليمان، انقذ كورتين تسديدتين الحقيقه من مهاجمي النادي الاسماعيلي. تلاقي الاتحاد السكندري بيعتمد مثلا ايه على كرات طويلة، على رميات تماس، على ضربات ثابتة، لكنه ما تحسش بخطورة نادي الاتحاد السكندري. ويعني ثلاث نقاط الحقيقة استحقها نادي الاسماعيلي عن جدارة. احمد عادل ميسي اعتقد كان افضل لعيب هو ومبلوله في نادي الاتحاد السكندري، هو يعني الكرة دي برضو احمد عادل عبد المنعم مرتين بينقذ، بعدها انقذ كرة كمان، وهنا برضو بينقذ هنا المهدي سليمان فرصة شبه مؤكدة لنادي الاسماعيلي. في النهاية نجح الاسماعيلي في حصد ثلاث نقاط غالية، يبقى بدأ بهزيمة امام زد وبفوز امام الاتحاد السكندري. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. امبارح ما عرفناش نختار حاجه في الافضل لانه اليوم كان فقير، ما فيش غير هدف من ضربه جزاء، لكن النهارده
مع نهاية الأسبوع عندنا اختيارات كتيرة يعني، وباعتباري حارس مرمى فحتحيز النهاردة شوية لحراس المرمى وابدأ بالإنقاذات، لأن عندنا أكتر من إنقاذ أكتر من رائع، وإحنا دايما بناخد 3 إنقاذات لكن النهاردة عندنا 4 إنقاذات. يلا بينا بالقفاز الذهبي يا وائل. بتشعر لما نادي شعبي وجماهيري بيكسب بتحس ان في حاله كده من الارتياح، حتى لو انت بتحبش النادي ده، لكن دايما بتبقى تلاقي نفسك رايح للانديه الشعبيه يعني او الانديه الجماهيريه بتبقى حاجه جميله. لكن خلي بالكوا ده ما ينفيش انه فرق المؤسسات والشركات عملت نقله كبيره في الدوري العام وبقت بتكسب الاهلي والزمالك وكده ولها دور كبير وبقت مزعجه واحيانا مقلقه جدا لبعض الفرق. النهارده الحقيقه السوبر ستار كان نجم النادي الاسماعيلي. مش ياو انور بس اللي من الاسماعيلي فاز بلقب من القاب هذا الاسبوع كسوبر ستار، لكن ايضا المدرب كان مدرب النادي الاسماعيلي. إيهاب جلال بيعيد تقديم نفسه كواحد من أهم المدربين في تاريخ الكرة المصرية، لكن اللي على يمينه ده بقى كمان كان واحد من أهم المهاجمين في تاريخ مصر. كان دايما كابتن عبده صالح الوحش يقول لك عماد سليمان لاعب برازيلي جاء عنوانه خطأ على القاهرة. تحية للكابتن علي أبو جريش رئيس اللجنة الفنية، كابتن إيهاب جلال مدرب الأسبوع، والكابتن عماد سليمان رمز كبير جدا لكرة القدم. تعالوا بقى نروح للهدافين وناخد أهداف الأسبوع. طبعا هدف ابراهيم عادل من الاهداف الجميله جدا، لكن لو انا اللي بختار بصراحه هاخد هدف عمر كمال عبد الواحد، لانه التسديده والكره اتصدت 3 4 5 مرات، لكن هذا الاتقان اعتقد مش طبيعي، وهذه القوه الحقيقه. هو لاعب كمان شديد الاحترام وشديد الادب، بيني وبينكم هي تحير يعني، فابراهيم عادل او عمر كمال عبد الواحد الاثنين واحد. تعال ناخد فريق الاسبوع الحقيقه، ودايما مش مرتبطه بالنتيجه، ممكن تكون فرقتك خسرانه لكن تكون مادي مباراه طيبه، وده اللي حصل مع احمد مسعود حارس مرمى فريق الجونه اللي خد حارس الاسبوع، وحمدي النجاز في مركز الظهير الايمن، وحمد لله على السلامه حمدي، احمد علاء المعولين عرب، محمد فتح الله كماتشو طلائع الجيش، عمر كمال عبد الواحد وبيتوظف على فكره باك ليفت، فعمر كمال بدأ الدوري باك ليفت، محمد اشرف رؤى الزمالك، سمير فكري المصري، عبد الرحمن مجدي الاسماعيلي، ابراهيم عادل بيراميدز، ياو انور الاسماعيلي، وجوب مابولولو الاتحاد السكندري، ونتمنى للجميع كل التوفيق. طيب خلينا اعزائي المشاهدين نروح لمنتخبنا الوطني، لان فيتوريا يبدو انه قرر السفر يوم 10، لنا معسكر قصير في الامارات يتخلله
مباراتين وديتين مع زامبيا والجزائر. خلال رحب بصديقي العزيز محمد غرابة مدير منتخبنا الوطني الاول. كابتن محمد مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن احمد وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالف صحه ومليون سلامه يا رب. انا بس الاول عايز اسالك كل شويه دلوقتي بيطلع كلمتين كده، فيتوريا غضبان، فيتوريا متضايق، فيتوريا راحل، فيتوريا مش مكمل. انت اقرب الناس لي مع موجود معايا يوميا بحكم عملك، يعني صحه ما يتردد في هذا المجال؟ لا مفيش اي حاجه من الكلام دي مظبوطه. انا برضو زي ما حضرتك بتقول دلوقتي انا بسمع النهارده قريت برضو خبر ان هو مش مبسوط، واتفق مع كابتن حازم ان هو الموضوع مش مرضي بالنسبه له، والجو العام مش يعني هو مش مبسوط، ولكن لا الكلام ده مش مبسوط، مش مظبوط خالص. نعم. الوضع مستقر، احنا تمام، بنشتغل زي ما احنا متعودين بشكل يومي في الاتحاد بنشتغل. لا الامور بالنسبه له مرضيه. في حاجات خارج عن الاراده بس الحاجات اللي خارج عن الاراده بتخصك انت كاداريا او تنظيميا ولا ملهاش علاقه؟ لا ملهاش علاقه تنظيميا. نعم. ملهاش علاقه لان كل امور حضرتك المعسكرات اللي فاتت كلها كانت بسيطه وكانت مرتبه ومنظمه جدا جدا جدا. هو الراجل ما بيتكلمش في قصه معسكرات ولا اداريات ولا الكلام كله تمام. هو بالنسبه له الـ يعني الوضع العام بالنسبه له مرضي نسبيا. احنا بدايه الدوري بس كانت المعسكر اللي فات هي بس اللي كانت بدايه، ان احنا ما تمناش الدوري قبل المعسكر بحيث ان حتى الولاد واللعيبه يكونوا واخدين على الماتش على البتاع. ولكن احنا ظروفنا طبعا حضرتك شايف ظروف الوضع العام بتاع الدوري عندنا، ربنا يكون في عوننا الفتره اللي جايه لان احنا توقفات كتيره جدا. صحيح. جدا جدا صحيح. الفتره الجايه. نعم. ودي هتحطنا في مشكله كمان السنه الجايه واللي بعديها، فلازم لها ان شاء الله باذن الله حل. وانا عارف ان كابتن حاج عامر حسين هو يعني حاطط لها تصور والله ربنا يكون في عون الحاج عامر بصراحه، يعني بصراحه وهفضل كل شويه اقول لازم يكون في ناس مجموعه بتعمل مع الراجل لانه الحمل على كتافه شديد جدا جدا، ودي وجهه نظري، لكن بصراحه بيتحمل ما لا يتحمله بشر. طيب المره اللي فاتت كان في شد وجذب وهات وخد مع النادي الاهلي بخصوص لاعبته، المره دي برضو الاهلي عنده سوبر ليج، انت مباراتك تخلص 16، الاهلي عنده يوم 20 مباراه. هل تم التنسيق هذه المره مبكرا مع النادي الاهلي؟ لا احنا مفيش تنسيق يا فندم خالص مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما كلمناش ولا طلب اي حاجه ولا اي حد من الانديه طلب اي حاجه، وكان ممكن كلام كابتن حازم كان واضح وكان واضح جدا جدا ان خلاص الموضوع ده اتقفل يا جماعه، ما حدش يكلمنا في اي استثناءات. نعم. لان الموضوع كان صعب وكان خلى منظرنا مش كويس، يعني كان موقف تونس مش لذيذ. نعم. فخلاص الموضوع ده اتقفل مش هنرجع له تاني. طيب خلينا اسالك عن تفاصيل المعسكر المباراتين، وهل عدد اللاعبين هيكون زياده شويه لانه معسكر ومباراتين، وهل ال 11 لاعب المحترف هيكملوا كلهم ولا هناك احتمالات لاستبعاد بعضهم؟ احنا بعتنا اوريدي يا فندم يوم الاحد اللي فات بعتنا استدعاءات لكل اللعيبه المحترفين. نعم. تمام. هي دي بتبقى الدنيا اللي بعتها، هي قائمه مبدئيه. ايوه. 11 لاعب بعتنا ال 11 لاعب، والمفروض ان القائمه النهائيه ان شاء الله هتقعد يوم 7 والمؤتمر الصحفي يوم السبت الجاي، مش اللي هو بكره اللي بعده، يوم 7. نعم. تمام. قبل المعسكر بتاعنا بيومين، احنا سفرنا هيبقى يوم 9 الصبح باذن الله. نعم. بتاع يوم الاثنين. سفرك يوم 9 مش يوم 10. 9. 9 كده. بكل اللاعبين بالمحترفين بكله ولا المحترفين هينضموا على المعسكر هناك؟ هينضموا على المعسكر هناك. نعم. لان في محترفين هتخلص يوم 7، في محترفين هتخلص يوم 8، فتوصل لنا 9. هل محمد صلاح هيلحق بالمباراتين ولا هيشارك في مباراه واحده؟ لا هيشارك في المباراتين عادي. في المباراتين تمام. نعم. فهنوصل ان شاء الله باذن الله يوم 9 الصبح على العين. نعم. تمريننا هيبقى بالليل 10 11 يوم الاثنين، يوم الماتش يوم 12 ان شاء الله باذن الله الساعه 8. هنكمل لغايه يوم 16 الماتش الجزائر. تمام. والعوده باذن الله يوم 17 ظهرا. طيب السؤال بقى، هل عشان عندنا مباراتين وهو معسكر هل من الممكن نشوف وجوه جديده، نشوف اعداد زياده؟ وارد جدا ان احنا نشوف وجوه جديده، وارد جدا جدا. هو الراجل بيدينا لسه لا تقل عن 50 اسم، هو هيختار منهم حاطط منهم طبعا، وفي توثيق كامل حاطط منهم من شباب يعني بالنسبه للمنتخب
شباب لم الشباب ولكن هي بالنسبه للمنتخب الاولمبي بالذات يعني تمام. ولكن التنسيق اللي بيحصل بقى مع ميكالي ومع فيتوريا بخصوص اللاعبين لسه ما تحددش الفتره دي. اذا من الممكن ان نرى وجوه جديده؟ من الممكن طبعا. من الممكن ولا من المؤكد؟ من الممكن. من الممكن تمام. مش عايزين ننسى ان احنا برضه الفتره اللي جايه دي او المعسكر ده هو معسكر تدريبي اكتر او معسكر يعني نوع من انواع نموذج مصغر كده لكاس الامم افريقيا الجاي. يعني احنا خلي بالك عندنا ماتشين اللي هو شهر 11 هيبقى ماتشين رسميين. ده هيبقى معسكر عايزين نقفل علينا ناخد تمبلت او ناخد زي نموذج لنطبقه في معسكر او في كاس الامم افريقيا. طيب سؤال يعني انطباع فيتوريا عن بدايه الدوري؟ الدوري بادي ساخن والحمد لله باهداف جيده. هو شايف بدايه الدوري عامله ازاي رغم انه كان متحفظ كان عايز الدوري يبدا بدري شويه؟ ويمكن الموضوع ده كنا بنتكلم فيه على سؤال حضرتك ان احنا كنا بقول له ان احنا نقدر نعمل المؤتمر الصحفي ونعلن القائمه بس قبل يوم يعني مش بلاش يوم 7 عشان قبلها بيومين. فقال لي والله مش هينفع نقدر اخر حاجه بالنسبه لي عشان اقدر اتفرج فيها على اللعيبه الماتشات كلها هيبقى يوم الجمعه بالليل وحالن يوم 7. نعم تمام. وبالتالي بيدي فرصه لاكبر عدد. سيراميكا مثلا يعني هو ضربت مثال سيراميكا انا اتفرجت عليه ماتش متاكد الماتش اللي بعديه بتاع الاهلي. طيب انا قدامي فرصه ان انا اتفرج على ماتش سيراميكا برضو يوم الجمعه عشان اقدر اعدل يوم السبت. فهو بياخد كل الانديه بكل اللعيبه مركز معاهم كويس قوي تمام. فوصلنا لاخر وقت نقدر نحدد فيه او نقدر نعلن فيه اللائحه سوري القائمه هيبقى يوم 7 ان شاء الله يوم السبت. طيب السؤال بقى مصطفى محمد عمل حركه لطيفه جدا بصراحه وعجبتني بعد هدفه الرائع مع نانت في الدوري الفرنسي فراح ناشر صوره ان ده انا اتمرنت عليها في المنتخب وحطها هي بالظبط. يعني اعتقد دي بيبقى لها مردود عند الجهاز الفني خصوصا فيتوريا. انا هكلمك في كواليس بقى يلا. يعني يمكن ده كواليس الموضوع يا فندم. والله هو فعلا فرن عليها. ويمكن الراجل فيتوريا بعد اما جاب الجون بتاع نون بعت له الفيديو على الواتساب. تمام. فهو نفسه حتى مصطفى استغرب ان هو ما كانش شايف هو جابها بس ما كانش عارف ان هي متسجله. تمام. وهو بيوريها لي فبيقول لي بص الجون هو نفس الجون. فقلت له بعد اذنك انا هبعتها لمصطفى عايزه ينشرها. نعم. تمام. فاتفقنا انا وهو ان احنا ننشر الجون ده على اساس ان احنا هو اتمرن عليه في المنتخب. نعم. وجابه وكرره تاني مش نعم. مش بمعرض الصدفه مره واحده. يعني بالظبط هو مش نعم. يعني هو مش معرض الصدفه خالص يعني هو نعم. لا متدرب عليها وبيتدرب عليها. نعم. وجابها تاني. فكان يمكن هي دي كانت الحته اللي احنا كنا عايزين ننشر فيها الفيديو بتاع مصطفى عشان نقول برضو ان احنا لا احنا بنعمل شغل والولد بيجتهد واحنا بنجتهد وربنا فعلا ده صحيح. اخيرا الحرص على عوده النني وتريزيجيه فور شفائهم يعني بيؤكد ان الراجل عنده ثقه كبيره جدا في اللاعبين المحترفين خاصه دول اتنين لعيبه تقال قوي سواء النني او تريزيجيه. كله يا فندم والله مش نعم. بس النني وتريزيجيه وكوكا كمان. نعم تمام. يعني انا بتكلم عشان دول بس كانوا مصابين. انا بس مش وكوكا نعم. كان مصاب نعم. بس ولكن ما اعرفش حتى يعني يمكن هيبقى في توصيف بالدكتور محمد ابو العلا والراجل نعم. يعني هتبقى القائمه النهائيه هتبقى شكلها عامل ازاي. طبعا النني لعيبه كبيره وتريزيجيه وكوكا وكل اللعيبه المحترفه كلهم لعيبه كبيره. نعم. راجل مهتم بكل واحد فيهم حتى يعني بيتابع الناس كلها يعني اللي جم واللي ما جوش. نعم. فيعني هو على كله على مستوى واحد وكله يعني بالنسبه له نعم. سواسيه. بشكرك شكرا جزيلا صديق العزيز محمد غراب مدير منتخبنا الوطني الاولمبي. انا عايز اقول بس للنني حمد لله على السلامه لانه النني ده نموذج اصرار وكفاح وعناد وتركيز وعزيمه. والله ممكن يتكتب كتب في النني. مش واخد حقه خالص محمد النني لانه ده قصه كفاح كبيره جدا. انا في يوم هخصص له جزء كبير جدا عشان تعرفوا المعاناه اللي عاناها محمد النني عشان يوصل اللي هو فيه والكلام الجميل اللي قاله ارتيتا عليه بعد الفوز بالامس على برنتفورد ومشاركه النني لاول مره منذ فتره طويله بعد غياب بسبب الاصابه. الحمد لله على السلامه نني. وتريزيجيه كريزة جميله جدا محمود حسن تريزيجيه ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق. عندنا النهارده اللقطه الاخيره ونجوم واهداف يا رب تعجبكم.
اللقطة الأخيرة للثعلب، لواحد من أهم نجوم الكرة المصرية، واحد زود شعبية كرة القدم بصفة عامة وناديه بصفة خاصة، نادي الزمالك وحمادة إمام. تعالوا نشوف اللقطة الأخيرة. ودي كان وانتشار فريق الزمالك جميل جدا في الملعب. حمادة إمام بيفوت، حمادة بيفوت وبيحط جول. حسن شحاتة وجميل حسب الله وطه بصري وجه من الكويت علشان يشترك في تكريم حمادة إمام. الأخيرة دي من مباراة اعتزال كابتن حمادة إمام، الصورة الجميل اللي انت شايفينه ده حازم إمام، لكن في أساطير موجودة ماشية مع كابتن حمادة إمام. شفت مصطفى رياض وشفت سيد عبد الرازق وشفت بوبو، شفت غيرهم من النجوم العظام. يعني ربنا يرحمك يا كابتن حمادة بقدر ما أسعدتنا كلاعب وكمعلق. أما نجوم وأهداف عندنا النهاردة مفاجآت. يطلعها براون ويخطفها طه مصري. طه مصري بيحط المصري يلعب زمزم على الشمال لا 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 يلعب بقى يلعب بقى يا لسه جوه لسه جوه هوبا جول 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 جول. طب يا ياسين تاني هيرفع الدور ده، الدور اللي فكت رفعته خطر قوي، الدور ده فرصه قوي، فرصه جدا، فرصه جول. نبدا من الهدف الاخير، واحد من اهم النجوم كابتن خالد جدالله، ده كان هدف في نهائي كاس مصر بين الاهلي والنادي المصري 82-83. خالد جدالله سجل هدف ده وكان هدف المباراه الوحيد وفوز النادي الاهلي ببطوله الكاس. الهدف اللي قبليه عبوده نجم المقاولون العرب، هدف في نهائي افريقيا مع بطل زامبيا، ونجح الحقيقه عبوده وكان واحد من اهم المهاجمين ايضا انه يسجل هدف ضمان البطوله لنادي المقاولون العرب. اما الهدف الاول فكان للصاعد طه بصري، كان لاعب صاعد ساعتها امام مستهام ويومها اشاد بيه كتير جدا كابتن محمد لطيف. انا بعد اسمع المباراه دي الحقيقه كتير جدا، وطه بصري كان نجم خلوق وعظيم وكبير عليه رحمه الله. بنحاول نفكركم بالاسماء العظيمه دي وكمان تستمتعوا بالتعليق لمعلقنا العظام زي كابتن حسين مدكور وكابتن لطيف وغيرهم من المحترم. هروح لفاصل، بعد الفاصل. الكره المصريه داخله على شكل جديد، شكل الرعايات للدوري نفسه. شفنا رعايات للانديه كتيره جدا، لكن للدوري اول مره الدوري يتسمى باسم شركه نايل، دوري نايل. مين نايل دول؟ شركه نايل ديفلوبمنت. هنعرف بالتفصيل كل حاجه من المهندس محمد طاهر رئيس مجلس اداره الشركه الحقيقه، والقصه والحدوته وايه اللي دخله في هذا المجال وايه المردود وشايف القصه هتبقى عامله ازاي. لكن اكتر حاجه بتسعدني ان احنا كمصر داخلين على مرحلة تانية. فاصل ثم المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة نايل ديفلوبمنت، راعي الكرة المصرية أو راعي الدوري المصري. دوري نايل.
الإعلان عن الراعي، وكان من نصيبنا مع شركة النيل شريك النجاح. تاريخ خطيبة أسده والعبا يا صلاح، برافو حسن، هيعمل إيه؟ ولا يكون يا سلام عراقة. نحييكم من استاد القاهرة الدولي. وتطوير ملاعب أشبه بالمساجد وجماهير متحمسة. قوة، إصرار، نجوم تتألق وأخرى تتحدى، أهداف رائعة وفرحة من القلب. دوري نايل. يمكن وليد عبد السلام وفيصل زيدان اختصروا لنا القصة في الكلمتين الصغيرين دول، دوري نايل. أعتقد شيء جميل وشيء جديد على كرة القدم المصرية. نايل ديفلوبمنت دي اسم الشركة اللي بقت راعي كرة القدم المصرية، واللي الدوري بقى باسمها زي ما بتشوف دوريات موجودة في كتير من دول العالم خاصة أو هي الراعية أو الاسم بتاع الدوري باسمها. خليني أرحب بضيفي اللي منورني النهاردة، المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة نايل ديفلوبمنت، وهو على فكرة صديق عزيز وقديم جدا. مهندس منورنا ومشرفنا، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة المولد النبوي الشريف. ربنا يعزك ويكرمك، ألف شكر لكم على الدعوة الكريمة كابتن أحمد وكل أسرة أون تي في. بالتأكيد الناس عايزين يعرفوا مين نايل، يلا بينا نعرف هم مين. احنا النيل، احنا طايلين السحاب، احنا رافعين راسنا فوق مش بنعرف مستحيل. ابن النيل اجدادنا علموه يبتكر يبقى له ذوق، بصمته ملهاش مثيل. احنا النيل، احنا طايلين السحاب، احنا رافعين راسنا فوق مش بنعرف مستحيل. صراحة كده فتحت نفسي. ربنا يعزك. من صحراء جرداء إلى أرض تدب فيها الحياة والنماء بإذن الله. أنا ماليش في الشعر والحاجات دي، لكنه الجو العام بيقول كده. لكن خليني هعرف منك أنتوا مين وقصة والحدوتة كلها، لكنه قصة الدوري وقصة الرياضة وقصة دخولكم كرعاة للدوري المصري ليه؟ طبعا بقى واضح جدا في الفترة الأخيرة إن الرياضة بقت أهم قوة ناعمة بتملكها. صحيح. الدول. نعم. فكل الدول يعني الرياضة بقت مش مجرد رياضة، بقت رياضة بقت خليط من السياسة والاقتصاد والكبرياء الوطني والغيرة الحميدة اللي عند كل بلد إن هي
تطور جدا في الرياضه لان هي بقت الواجهه لكل الدول. فبصراحه بعد يعني ما شفنا في التطور ده بيحصل في كل الدول كان عندنا غيره حميده ان احنا لازم شركات القطاع الخاص في مصر تدخل بكل قوه تدعم كل ما هو وطني. نعم. خصوصا ان احنا كشركات بيبقى في ميزانيات كبيره مخصصه للتسويق. فدورنا ان احنا زي ما حصل بره احنا دورنا ان احنا نعمل اكتر من كده، ان احنا يبقى عندنا غيره حميده جدا جدا، ان احنا يكون لنا دور رئيسي في دعم كل ما هو يرفع رايه الوطن خصوصا في الرياضه والفن، لان دول القوى الناعمه القوى الاهم حاليا في ظروف العالم كله حاليا يعني. نعم. طيب ازاي كان الاتفاق؟ يعني رحتوا للرابطه ولا رحتوا لمين واتكلمتوا ازاي؟ وهل الديل كان حلو وسلس كده وجميل زي ما حصلت الحفله الحلوه اللي شفنا فيها اعلان الرعايه؟ بالتاكيد يعني ان طموحنا ان احنا نبقى في رعاه الدوري كان في دماغنا جدا من زمان. و بس طبعا يعني كان في تردد شويه، بس لما شفنا التطور الكبير اللي كنت متردد ليه؟ يعني شويه لحد يعني لان احنا كقطاع خاص بيهمنا جدا لان كل جنيه هيتحاسب عليه، فكل جنيه هيتم صرفه لازم نتاكد ان هو في المسار الصح اللي هيعيد به النفع، لان هيتحاسب على كل جنيه بنصرفه الموضوع. فكنا لازم نتاكد ان التعاون ده هيكون مثمر جدا وين وين سيشن، والعقول اللي موجوده فعلا ماشيه على المسار الصحيح وهتطور جدا. فطبعا قعدنا مع الشركه المتحده. نعم. خصوصا المهندس سيف الوزيري والمهندس عندنا يا جماعه شركه المتحده للرياضه بصراحه المهندس محمد يحيى والدكتور احمد ابو نصر. نعم. ومع الوزير اشرف سلمان. نعم. فعلا ناس محترمه. شفنا نعم. الناس فعلا شغاله بالفعل ليل نهار، وشفنا المخططات بتاعتهم وتجرأنا فعلا ان احنا ناخد الخطوه جدا معهم. ما شفنا التطور الكبير اللي بيتم التخطيط له والغيره الكبيره جدا اللي عندهم عشان الدوري المصري يكون في المكانه اللي يستحقها، واعتقد باين جدا السنه دي. وكمان الحاجه اللي شجعتنا جدا ان النسخه دي هي نسخه اليوبيل الماسي للدوري المصري. نعم. 75 سنه. صحيح. او النسخه كانت سنه 1948 فده يعني دلاله فائقه بدايه ماسيه بالظبط كده. نعم. ودلاله فائقه على مدى عراقه هذه البطوله وقد ايه يعني. صحيح. اما نقول اليوبيل الماسي ده حاجه بتتكلم لوحدها على العراقه والقوه. نعم. والقيمه الكبيره اللي عندنا وهي قيمه الدوري المصري، فواجب علينا كلنا ان القيمه الكبيره اللي عندنا الدوري المصري نطلع منها اعلى عائد. شايف الاستفاده بتاعتكم هيبقى شكلها عامل ازاي من الدوري المصري بعراقته ولا العامل ماسي لهذا الدوري وبدا يحمل اسمكم النايل؟ انا بسميه النايل ليج. هم بيسموه دوري النايل، انا بسميه دوري النايل ليج. يعني يعني بنتدلع شويه او بندلعه شويه. كم الاستفادة او مدى الاستفادة شايفها هتيجي ازاي او جاية ازاي؟ وهل شعرت بيها رغم ان احنا ما فاتش غير اسبوعين من بطولة الدوري العام؟ بكل تأكيد فخر لاي حد انه ينال شرف ان هو يرعى الدوري المصري. نعم. ده دوري هو الاعرق هو الاقوى. مصر هي الاعظم في الكون. فانك ده يعني من ديوان واعتقد شعور بالفخر والكبرياء عند كل واحد ينتمي لنايل، لان احنا عارفين كويس جدا قيمه مصر والدوري المصري والقيمه العظيمه اللي احنا بنمتلكها. نعم. وبالفعل القيمه العظيمه دي لازم تطلع عائد عظيم، ولازم كلنا نكون افضل نسخه من نفسنا بحيث ان القيمه العظيمه دي تكون في مكانتها وماليه مكانها وما تسمحش اي حد تاني ياخد المكان اللي احنا نستحقه. صحيح. دايما الراعي بيبقى له طلبات، يعني انا عايز كذا وتعمل لي كذا وتظبط لي كذا والاسم كذا والماتشات والحدوته واللي واللي واللي، لان انت الممول. هل يعني كان في اقتراحات؟ كانت في رؤيه فنيه؟ كانت في رؤيه اداريه وانتوا بتعملوا بتعقدوا الاتفاقات ولا هو مجرد الاسم وخلاص؟ لا بكل صراحه اللي شفناه من المتحده خصوصا ان هم الناس اللي موجوده اصحاب خبرات كبيره وموثوق فيها وكانوا في الكرسي بتاعنا قبل كده، خصوصا المهندس سيف الوزيري. فالمهندس سيف كان في الكرسي بتاعنا احنا قبل كده في الرعايات. فاما يكون ناس متفاهمين جدا وحاطين نفسنا مكان بعض فقدرنا نعمل سيناريو فعلا يفيد جدا كل طرف. فالمجموعه اللي موجوده بصراحه تشجع جدا جدا جدا، واعتقد ان اي حد تعاون معاهم
فعلا كل واحد عارف حدوده لا وفاهمين جدا متطلبات بروفيشنال في مكانه وناس شغاله فعلا 16 ساعه وفعلا ليل نهار وفي اي وقت متواجدين في ظهر الناس اللي شغاله معاهم واي عوائق بتحل فوريا في نفس اليوم. فبصراحه هم شجعوا جدا على الموضوع ده. حفل الاعلان كان راقي بشكل جميل بجد يعني, لكنه اختيار العاصمة الإدارية وهنشوف لقطات دلوقتي من هذا الحفل يعني, وحضرتك تتكلم كان ليه العاصمة الإدارية وليه الشكل يا جماعة تحفة. بصوا حضراتكم الأول, حضراتكم انت معايا على الشاشة دي مباني واقعية مش كده؟ اه طبعا دي صورة واقعية. الدولة المصرية نعم يعني مصر فعلا بنقدم للعالم مدينة بنعيد من جديد يعني. كلنا كان عندنا غيره ان احنا زمان كان عندنا عاصمه من اجمل المدن العالم. نعم. وللاسف حاليا كذا. بصراحه الدوله المصريه حاليا بتقدم للعالم مدينه عاصمه من احسن مدن العالم, والحاجات اللي تم تنفيذها مش مخططه يعني خلاص. نعم. تم تنفيذها. نعم. كلها معالم فخر العالم مش فخر. نعم. مصر بس. وانا بقول ان العاصمه الاداريه هي احسن مشروع قومي مصر عملته منذ حرب 73. ليه؟ وان العاصمه الاداريه هتبقى حجر زاويه ما قبلها غير ما بعدها. ليه؟ مصر ضربت للعالم فعلا قصه ملهمه في تحديات كانت بتقابل عندنا من 10 سنين, تحديات صعبه جدا جدا جدا, وزي اصعب التحديات دي حولناها لنجاحات. نعم. كان عندنا تحديات هائله في اول حاجه العاصمه القديمه بقت زحمه جدا, وكل الدراسات بتقول انها في 5 سنين هتتحول لجراج كبير, فلازم يبقى في مكان جديد نعيد للعاصمه القديمه رونقها ونقلل الكثافه. نعم. ومكان جديد يستوعب الزيادات لان احنا دوله شابه, احنا مصر 105 مليون تلتينهم تحت 18 سنه. نعم. فده معناه ان احنا داخلين على محتاجين ملايين فرص العمل السنويه والزيجات والسكن, فلازم بسرعه ما يبقاش الدوله زي ما كان قبل كده احنا متاخرين واحنا اللي بنمشي ورا ال 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 الاحتياج السكن. انت دلوقتي احنا اللي سابقين, احنا اللي سابقين وعارفين انت اللي على مقعد القياده بالظبط كده. نعم. واحنا اللي بنشغلين برو اكتف. نعم. فمصر دلوقتي بتوفر اللي احنا محتاجينه كفرص عمل للشباب وكسكن ليهم. رقم واحد. رقم اتنين, مصر كان عندنا ملايين فرص العمل اللي راجع من الدول المحيطه علشان الظروف اللي كانت موجوده, بالاضافه لملايين فرص العمل السنويه اللي محتاجها الشباب. نعم. فكان لازم نعمل مشروع قومي كبير يستوعب هذه الملايين فرص العمل. ثالث حاجه, ان احنا عارفينها في عصر التكنولوجيا ومصر كان يعني التاخر الاداري بيضيع ثلث مواردنا او نص مواردنا مجانا. فده كان بسبب ان كل المدن القديمه البنيه التحتيه بتاعتها غير قادره على استيعاب التطور التكنولوجي. فكان عاوزين نحل التطور, نعمل مدينه جديده فيها بنيه تحتيه نستنفع بالثروه التكنولوجيه والتطور التكنولوجي ونقلل جدا من التاخر ده اللي احنا كنا فيه. فكان لازم مدينه جديده. رابع حاجه, ان احنا عاوزين نعمل نعيد تماما نعيد من جديد الجينات الحياه المصريين. جينات الحياه المصريين ان هم اصحاب القدره الخارقه على الانجاز, وان احنا نعمل زي ما كنا بنفخر بمصريين القدماء اللي سابوا لنا معالم, ان الجيل الحالي لازم يسيب بصمته ويسيب كمان. نعم. معالم. فالعاصمه من زمان جدا مصر ما عملتش معالم كبيره نفخر بها قدام العالم ونقدمها للعالم. العاصمه الاداريه الجديده اتعمل فيها معلم واثنين وثلاثه, مصر تقدمهم للعالم كاحسن ما يكون, بحيث معالم هتكون فعلا فخر للعالم. العبقريه بقى ان كل ده ومصر ما كانش معاها ميزانيه, فكل ده عاوزين نعمله. ده طبعا زي ما سياده الرئيس بيقول عبقريه الفكره, ان هنعمل التحديات دي كلها ونحولها لنجاحات ومش هيدفع تكلفه, بالعكس ده المشروع ده يدخل كمان لميزانيه. نعم. الدوله. فكان طبعا عبقريه مشروع العاصمه الاداريه الجديده ان تم التخطيط العالمي ليها وبيع الاراضي للمطورين ومن الفلوس دي تم الانشاء وعمل المرافق, وبس توفرت فرص عمل فوريه لملايين فرص عمل مصريين. لا ده بدا يدخل ميزانيه الدوله ملايين يوميا بالفعل. تخيل حضرتك مش كل بيعه بتتم في العاصمه الاداريه بتدفع عليها ضرائب لوزاره الماليه المصريه, ضرائب ينتفع بيها المصري في اقصى الصعيد وفي اقصى الارياف. نعم. كل شركه بتحقق ربح في العاصمه الاداريه بتدفع ضرائب لميزانيه الدوله المصريه. شركه العاصمه الاداريه نفسها كل ارباح بتحققها بتدفع عليها ضرائب للدوله المصريه. فاحنا عملنا مشروع عظيم جدا جدا جدا, هو الاعظم من حرب 73 وما كلفناش الدوله, و بالعكس ده بيدخل يوميا لميزانيه الدوله. والاعظم من ده ان الجيل الحالي والدوله المصريه
بتسيب إرث كبير جدا للأجيال الجاية. الأرض كان تمنها 100 جنيه و200 جنيه المتر، بنسيب للأجيال الجاية أرض المتر فيها يتعدى ال 20 و30 ألف جنيه. الناس يعني وحضرتك بتتكلم آسف للمقاطعة يعني حضرتك كلمت على فرص عمل كتير، وهذا ما يهم الشباب يعني، أنا هكلمك بالنيابة عنهم يعني، إحنا كبرنا عجزنا لكنه دول أولادنا وإخواتنا يعني. هل بالفعل في فرص عمل حضرتك بتوفرها؟ وده خارج السكريبت لكن ده مهم إن أنا أسأله بالنيابة عن الشباب. إحنا كشركة أيوة. شركة واحدة بس من العاصمة الإدارية نعم. إحنا يوميا بنوفر ما لا يقل عن 600 فرصة عمل يوميا نعم. نصهم عمالة أو ناس فرص عمل ثابتة ونصهم في المواقع بتاعتنا، فإحنا شركة واحدة بنوفر نعم. يوميا 600 فرصة عمل للمصريين. فالعاصمة الإدارية فيها 400 شركة فتخيل بقى حضرتك طبعا ده غير شركات القطاع العام والمشاريع القوميه اللي بتتم، بنتكلم على القطاع الخاص بس نعم. فالعاصمه الاداريه بصراحه فعلا مصر بتقدم للعالم النموذج كيف تتحول التحديات الى نجاحات، كيف تتحول اكبر التحديات الى اعظم نعم. النجاحات. ومش بس كده، بنسيب للاجيال الجايه بصمتنا وبنسيب للاجيال اللي جايه ارث وثروه. ده صحيح. طيب خليني اروح لفاصل، وبعد الفاصل هساله سؤال مهم، انه الدوله لم تنسى الرياضه فعامله قريه اولمبيه انا رحت زرتها الحقيقه رائعه، وعامله مدينه رياضيه غير عاديه في العاصمه الاداريه، وانا عملت لكم حلقه منها هحاول اجيب لكم لقطات من المدينه الرياضيه. ده بيساهم ازاي في التواجد، بيساهم ازاي في نشر الرياضه، بيساهم ازاي حتى في الترويج لهذه المدينة الرائدة. بعد الفاصل أسمع الأجوبة من مهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة نايل ديفلوبمنت الراعي الرسمي للدوري المصري. أهلا بحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين والمتابعين، بجد ترحيب بضيفي اللي منورني النهاردة المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة نايل ديفلوبمنت. دوري بتاعنا اسمه دوري نايل او نايل ليج. قبل بس ما تجاوب لي على سؤالي اللي قلته قبل الفاصل، الناس عايز تعرف انتوا مين يعني، انتوا اتولدتوا بقكم معلقه ذهب ولا انتوا ناس مكافحين، ولا انتوا منين بالظبط، بداتوا الدنيا مشيت معاكم ازاي؟ احنا من قريه منشيه عبد الرحمن، مركز منشيه عبد الرحمن منشيه عبد الرحمن نعم منصوره مركز ديكارنس نعم. المنصوره طبعا نفخر جدا بيها، احسن بلد في الدنيا وفي مصر يعني نعم. كل واحد لازم يفخر بالبلد طبعا، ده نعم. جزء كبير من الانتماء الوطني نعم. خصوصا احنا يعني قناعه داخليه احنا مقتنعين تماما هي احسن بلد فعلا يعني. بفضل احنا يعني كان اسره يعني الحمد لله ميسوره الحال بفضل الله، ووالدنا كان شغال في التجاره والعقارات، والحمد لله يعني كان معانا الاساس اللي احنا نبدا بيه يعني ما اداش احنا طبعا عصاميين ولا حاجه يعني فالحمد لله يعني كنا بس عصاميين ان انت تبني وتكبر وتعلي وتزود. الحمد لله احنا كملنا بقى يعني كملنا الرحله بتاعت الوالد، وبفضل في التجمع الخامس مثلا من 2015 للنهارده كشركه الاهرام العقاريه، بفضل احنا من 2015 للنهارده. جميل ان انتوا بتختاروا اسماء اهرام النيل الحاجات اللي احنا بنفتخر بيها دايما يعني، لان هي لما طبعا المصري احنا في راينا ان المصري ولد ليكون صاحب نجاحات عملاقه نعم. واحنا لو شفنا الحاجات اللي المصريين عملوها ودرسناها بعمق فعلا الحاجات دي كلها مصدر الهام ضخم جدا جدا لينا. حاجه زي الاهرامات او الاهرام دي لازم كل مصري يبقى في جيناته وفهم ازاي اتبنت وازاي الهندسه اللي تمت فيها وازاي العبقريه المصري قد ايه هو عبقري وقد ايه هو فذ وقد ايه اما بيركز على ده او بيعمل فوكس فعلا بيبقى يقدم النموذج صاحب القدره الخارقه على الانجاز نعم. فاحنا الاهرام طبعا كانت ملهمه جدا 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 لينا، خصوصا هي معجزه بنائيه بكل ما تحمله نعم. الكلمه المعنى الى الان لم يتم فك شفرتها طبعا. ففضل احنا في التجمع من 2015 مثلا كشركه الاهرام الى اليوم بفضل كانت اكبر شركه في التجمع مثلا بتبني بنايه في الشهر 12 بنايه في السنه. احنا خدنا هدف عملاق ان احنا مش عايزين نبقى زي اكبر شركه، لا احنا عاوزين نبقى قدها اربع مرات يعني. اذا جت اكبر شركه بتبني كل شهر بنايه وتسلم بنايه، احنا كل اسبوع هنسلم بنايه وهنبني بنايه. الحمد لله احنا وصلنا للهدف ده. وسنه ما العاصمه الاداريه بدات
بصراحة العاصمة الإدارية إدت فرصة عظيمة جدا 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 لمصر إن هي تعاود التفوق من جديد والتطور من جديد، بمعنى إن إحنا مثلا في القطاع بتاعنا قطاع الإنشاءات والهندسة تقريبا من سنة 92 مع زلزال أما حصل مصر خدت إجراءات صعبة جدا في الأكواد أخرت جدا 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 من تطورنا وأصبح في هندسة إنشاءات عملاقة وهي هندسة ناطحات السحاب إحنا حرمنا منها لأن يعني الأكواد بتاعتنا والتخطيط بتاعنا من سنة 92 منع الحاجات دي، وكان عندنا غيرة حميدة جدا أما كنا بنسافر دبي أو بنسافر العمرة ونشوف الإنشاءات العملاقة لناطحات السحاب سواء في أبراج الحرم أو في داون تاون في دبي إن إحنا محرومين منها، والهندسة دي مختلفة تماما زي بالضبط كده أما نقول إن إحنا كنا عند موبايلات نوكيا القديمة وخدنا قرار إن إحنا مش هنطور بعد كده وحصل تطور هائل في التكنولوجيا وفي الإنشاء، نفس الكلام في الهندسة عندنا حصل تطور هائل جدا في الخامات وفي أساليب البناء وفي هندسة الإنشاءات العملاقة، وكنا نزعل جدا أما نشوف إن ما نروح مثلا أبراج الحرم نلقى إن الاستشاريين اللي عاملين المكاتب وشغالة في مصر والشركات المعدات اللي شغالة أغلبها مهندسين وعمال مصريين وإحنا محرومين من التقدم الكبير جدا ده. فكان عندنا الغيرة الحميدة ده، وبصراحة نشكر السيد رئيس عبد الفتاح السيسي اللي أتاح الفرصة العظيمة وإن إحنا الهندسة العظيمة في الانشاءات تبقى موجوده في العاصمه الاداريه. يعني احنا كنا اتاخرنا جدا 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 في في الهندسه المتقدمه دي، حصل تطور بفضل الله وفضل طبعا جرأة قرار رئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا من حقنا وكان ان احنا العظمه اللي موجوده في العالم دي تبقى موجوده احنا كمان عندنا، وحط في المخططات في العاصمه الاداريه اماكن للانشاءات العملاقه دي، فطبعا كان عندنا غيره حميده جدا ان احنا نكون من اول الناس اللي تدخل فيها لان احنا الموضوع ده جميل. يعني عندنا غيره كبيره جدا فيه. ففي سنه 2021 عملنا براند نايل ليتخصص في المشاريع العملاقه الكبيره اللي يكون ما اتعملش زيها قبل كده، صعب يتعمل زيها تاني، العميل يكون محتاجها جدا. طيب خليني بقى اسالك، ارجع لسؤالي، انت قلت كلمه مهمه جدا في البدايه ان الرياضه من اهم القوى الناعمه لم تكن اهمها على الاطلاق في مصر بل في العالم كمان، يعني وجود مدينة رياضية في العاصمة الإدارية، وجود قرية أولمبية كاملة، وجماعة لما هتشوفوا القرية الأولمبية دي هتتخضوا، يعني أنت دايما بتشوف المنشآت الخارجية برا مصر بتتخض، يعني وهي القرية أنا زرتها من أكتر من سنة، كان خلص 90% من الشغل فيها، أعتقد دلوقتي تقريبا شبه اكتملت. يعني وجود هذه المنشآت الرياضية بتفرق معاكوا إزاي؟ يعني برنامج كابيتانو بتصور هناك، بدأت فيه بطولات بتتلعب هناك في المدينة الرياضية، شايف ده الرياضة هنا بتقدر تساعد ازاي؟ الرياضة القوى الناعمة بيكون لها تأثير السحر في اي حاجة في الظهر، فالعاصمة الإدارية اتعمل فيها منجزات عملاقة فالمنجزات العملاقة دي اكيد حصلت بسبب مدخلات عملاقة من الدولة المصرية عبد الفتاح السيسي ومن القائمين على شركة العاصمة الإدارية. فالمنجزات الضخمة دي فعلا يعني احنا عشان احنا موجودين هناك فاحنا عارفينها، ولكن للأسف يعني الصورة دي مش واصلة لأغلب الشعب. عشان عايزك توصل لان انا عايز اربط دايما ما بين الرياضة وبين التقدم وبين التطوير وبين البناء ما بين اليد العامله وبين حاجات كتير جدا عشان الناس تعرف قيمه ودور الرياضه. فالرياضه طبعا هي اهم قوه ناعمه تظهر الـ 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 المنجزات اللي حصلت دي، وخصوصا ان الحاجات اللي حصلت دي فيها منجزات غير مسبوقه في مصر ولا في افريقيا، وفيها حاجات كتير جدا ضربت ارقام قياسيه كبيره جدا في الانشاءات، وحصل مدخلات عملاقه وجهود عملاقة عشان يطلع المخرجات دي. فإلى الآن ده يعني إن شاء الله إن شاء الله يكون للرياضة دور كبير جدا لما بتيجي تسوق في إظهار العظمة اللي مصر عملتها. لما بتيجي تسوق بتستخدم كلمة الرياضة، يعني أنا عندي المدينة الرياضية أو أنا جنب القرية الأولمبية أو ابنك هينزل يلعب كورة هنا أو هيلعب لعبة فردية أو هيبقى متواجد، تبقى مطمن إنه لما الناس بتلاقي مدرسة، لما الناس بتلاقي جامعة، لما الناس بتلاقي حضانة، لما الناس بتلاقي وزارات، لكن لما بتشوف بقى ملاعب في كل التخصصات وصالات مغطاة أعتقد ده بيقوي من فكرة القوى الناعمة. مش بس بيقوي من فكرة القوى الناعمة، ده بيسرع جدا من دب الحياة في المكان فعلا. لأن المنشآت الرياضية هي اللي بتجيب يعني مصدر جذب شديد جدا جدا جدا
للحياة. وعبقرية الدولة المصرية ورئيس فتح السيسي ان من اوائل الحاجات اللي تم اهتمام بيها في العاصمة الادارية هي القوى الناعمة، سواء في الفن وتعامل مدينة الفنون والثقافة، ودي معلم هيكون ان شاء الله مظهر المصريين، هيكون اهم من اهم ثلاث معالم في العالم في الفنون والثقافة. واتعمل قرية أولمبية ومدينة أولمبية، وده يبين قد ايه ان الدولة المصرية واخده بالها جدا من اهميه صحيح. الكبرى للقوى الناعمه. طيب هروح لفصل وهسالك عن رعايتك للمنتخب، هل رعايتك للدوري شجعتك للزمالك؟ الزمالك والدوري. الزمالك والدوري ما دخلتش في المنتخب. لا بس انتوا من ضمن الرعاه على ما اعتقد. شركه العاصمه هي شركه العاصمه، لكن انتوا مش موجودين فيه. لكنه دخلت في رعايه الانديه الرياضيه، دخلت في رعايه نادي كبير زي نادي الزمالك. هسالك القصه ماشيه ازاي، وعندكم افكار اخرى مش لرعاية اندية اخرى وممكن ترعوا اندية اخرى، لكن عندكم افكار اخرى عشان نزود من القيمة بتاعة الرياضة والرعايات؟ نسأل مهندس محمد طاهر لكن بعد الفاصل. خليني قبل ما تجاوب على سؤالي اسألك، لانه سألك سؤال تاني مهم جدا، موضوع الجمهور. وانت بقيت راعي والمنتج بقى تبعك يعني، او انت شريك فيه يعني، هل في مقترحات وشايف انه حضور الجماهير ممكن يعلي البراند والمسابقه نفسها ويبقى المردود اقوى من كده واحسن من كده؟ الجمهور في الكوره بمثابه عندنا بند في الشغل بتاعنا في الانشاءات، هو بند الخرسانه. بند الخرسانه ده اما احنا بنكلف نفسنا كل الخامات والحديد والاسمنت والعماله والمولين ونصبها في بند بقى رش الميه. الخرسانه دي مثلا لو السقف كلفني 1,000,000 جنيه، بند رش الميه ده هيكلفنا 10,000 جنيه بس. رش الميه لمده اسبوع بيزود قوه الخرسانه 100%. يا سلام. رش الميه لمده اسبوعين بيزود قوه الخرسانه 200%. فانا بعتبر ان يعني احسن لعيبه والتطور في التصوير والتطور في الملاعب اللي عملناه، الجمهور اللي هيزود قوه الدوري 200%. حلو الرد ده، جميل. فهي بكل صراحه الجمهور هو الخرسانه، خصوصا الخرسانه اللي مرويه بشكل يعني كويس، هو اللي بتروي يعني الملاعب. هو الميه اللي هتروي الخرسانه، اللي هتقوي زي ما الميه بتقوي قوه الخرسانه 200%. نعم. انا في رايي ان الجمهور هيقوي الدوري 200%، والجمهور ده من اهم بل اهم نقطه قوه. نعم. بكل تاكيد عندنا، فلازم باقصى ما نستطيع ان احنا نستغلها، لان 100% الدوري المصري هو اقوى دوري بالجمهور. نعم. فالجمهور اللي هيزود قوه الدوري 200%. هل اتكلمت مع الناس؟ هل اتكلمت ان شاء الله؟ انا عارف ان في جهود كبيره جدا. نعم. من والكابتن احمد دياب كان حتى كان في الموضوع ده، ان احنا يعني ان شاء الله يعني مستهدف يعني باذن الله ان على اخر الدوري يكون وصلنا للكثافه الكامله فعلاً. 100% من ده اللي يسمع يعني بقك ربنا والله تبقى فده يعني في الظروف الحاليه تحتم ان احنا نستغل موردنا اقصى ممكن. وده طبعا رئيس فتح السيسي دايما بيذكرها. نعم. وان احنا كل يعني كلنا نطلع احسن نسخه من نفسنا. طيب. لان مصر محتاجه سرعه شديده جدا والجينات بتاعتنا في الاداء العملاق الفتره الجايه. ازاي نقدر نسوق الدوري من وجهه نظرك، خاصه بقى ارجع للسؤال الاولاني، انك راعي كمان لنادي كبير زي نادي الزمالك؟ بكل تاكيد احنا في الشغل عندنا بيبقى عندنا في اربع تصنيفات. في حاجه بتولد قيمه وبتولد دخل عالي، فده بنسميه فيه ده ذكاء مالي. في حاجه بتولد قيمه ولكن ما بتولدش مال، فده محتاجه يعني ده يعني بنسميه كسل مالي. فحاجه عندنا بتولد قيمه عندها قيمه كبيره بس ما بتولدش مال كبير، ده عندنا فرصه كبيره جدا 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 هو يولد عن طريق طبعا حسن الاداره والاستغلال الامثل وادخال الطريقه الصحيحه للاداره والتسويق. عندكم مقترحات معينه؟ يعني اديت مقترحات معينه في الفتره الاخيره وشفت ان المردود بعد اسبوعين المردود ايجابي؟ احنا طبعا احنا ما بندخلش طبعا بس احنا بنتابع طبعا شركه المتحده والرابطه ناس متجاوبين ومرنين جدا جدا جدا, جداً يعني يعني هم همهم في الموضوع ده. بس صح، هو اكتر حاجه فعلا هتزود القيمه 200% هي هو الجمهور. اي حاجه تانية بدون الجمهور هيكون تاثيرها يعني 5% 10%. احنا عاوزين حاجه واحده. نعم. وتاثيرها قوي جدا ممكن تعمل بسرعه وتعمل نتائج مبهره هي طبعا الجمهور. هل حضرتك حابب تضيف اي حاجه؟ بصراحه يعني حابب بصراحه فضل. لان لازم اقول النهارده انا عارف ان هو يوم استثنائي جدا للكابتن احمد شوبير،
ويعني عاوز حضرتك كل سنه طيب. حضرتك طيب. عاوز اقول ان حضرتك من اهم النماذج. طبعا احنا بنشوف بعمق شديد, احنا غاويين كره جدا ومركز جدا على العمق والناس اللي نجحت, وتجربه حضرتك صراحه من التجارب الملهمه جدا جدا جدا. كابتن شوبير انا عارف ان حضرتك لما بدات كان نسبه ان انت تبقى ناجح واسطوره لا تعدى 1%. انت حضرتك لما بدات كان قدامك اسطورتين مش اسطوره واحده, كابتن اكرامي وكابتن ثابت. فان انا ابقى اسطوره في وسط اثنين اصلا, فده دليل هائل على الصبر والمصابره. خلينا في اسطوره البلد. لا وعارفين معلش في دي نقطه مهمه, حتى كانت ملهمه ليا وقفتني جدا. حتى عارف نعم. بدايه حضرتك انت وكابتن ربيع ياسين نعم. وحتى كابتن ربيع ياسين كان له كلمه جميله انا نفسي ألهمت بيها واستخدمتها, ان هو لما جه كان في نماذج زيه احسن منه وبيروح ينجين على البلد. هو لما جه ركز نعم. تركيز شديد جدا ومفيش نزول, وركز كل قوته على العمل فاحنا نفسنا التجارب دي الهمتنا ان احنا كمان نركز جدا جدا. تجربه حضرتك في الصبر والمصابره, وان حضرتك موت نفسك شغل, احنا كمان مموتين نفسنا شغل, وان المصري فعلا خلق ليكون قدره خارقه على الانجاز, وان احنا خلقنا جيناتنا فعلا جينات الانجازات العملاقه, مش الكلام اكتر من الفعل. فحضرتك بصراحه من النماذج الرائعه جدا. وكان نفسي اسال حضرتك سؤال لو اتفضل. انا شفت تجربه حضرتك جدا جدا وملهمه جدا, وحضرتك ما شاء الله حاجه بس انا شفت تجربه حضرتك كان في فرصه عظيمه حضرتك ما تمسكتش بيها, معناها كانت من اعظم فرص, وهي فرصه اللعب في البريمير ليج في نادي ايفرتون. هحكي لك عليها لكن بعد ما نخلص. واشكرك واشكر كل الساده المشاهدين, شرفتني ونورتني. طب النادي ليك بالتوفيق يا رب باذن الله. ربنا يبارك فيك, وانا سعدت جدا جدا بكم, وشكرا على الدعوه الكريمه. اشكرك مهندس محمد طاهر رئيس مجلس اداره شركه مايل ديفلوبمنت, الراعي الرسمي للدوري المصري. كده تمام, نقول سلام.